السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الرسول الأمين وعلى آله وصحبه الفائزين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها السامعون الكرام، إن القرآن أعظم معجزة من معجزات النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وفي قراءتها ثواب عظيم، ولبعض السور والآيات منها فضائل مزيدة على بعض. ها نحن هنا نتحدث الآن عن بعض خصائص سورة الإخلاص، وقد سميت سورة الإخلاص بها لأن الله سبحانه وتعالى أخلصها لنفسه، فليس فيها إلا الكلام عن الله سبحانه وتعالى وصفاته، ولأنها تخلص قارئها مخلصا من الشرك، لأنها مشتملة على توحيد الله سبحانه وتعالى فقط. أيها الإخوة، هي سورة مكية وردت في فضائلها أحاديث كثيرة، وهي ثلث القرآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن؟ قالوا: وكيف يقرأ ثلث القرآن؟ قال: قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. وأيضا قراءتها توجب الجنة، لأنه قد روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أقبلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وجبت. فسألته: ماذا يا رسول الله؟ فقال: الجنة. وقراءتها أيضا سبب لقبول الدعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم سمع رجلا يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال صلى الله عليه وسلم: لقد سأل الله سبحانه وتعالى باسمه الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. وقراءتها أيضا سبب للشفاء، لأن الصحابي الجليل أبا هريرة رضي الله عنه يقول: مرضت ذات يوم فعادني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، أعيذك بالله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد من شر ما تجد. قالها مرارا. وحب الله لازم لمحبها، لأنه قد روي عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية فكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد، فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: سلوه لأي شيء يصنع ذلك؟ فسألوه فقال: لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله يحبه. وأخيرا: من قرأها عشرا بنى الله له قصرا في الجنة. لأنه قد روي عن سهل بن معاذ بن أنس رضي الله عنه عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قرأ قل هو الله أحد عشر مرات
بنى الله له بيتا في الجنه. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: اذا نستكثر يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله اكثر واطيب. ايها الاخوه، هذا بعض فضائل سوره من سور القران فقط، ولسور القران واياته فضائل وخصائص مزيدة رويت في أحاديث كثيرة، فعلينا الاطلاع عليها والعمل بها. وفقنا الله وأهلنا ومن تعلقوا بنا للاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله الأمين، ولقراءة القرآن آناء الليل وأطراف النهار، خصوصا في هذا الشهر المبارك رمضان، شهر العفو والغفران والبركة والرضوان من الله الملك المنان. أوصيكم بالدعاء، وآخر دعوانا الحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله.